يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بعشق الصور الذي ذكره شيخ الإسلام؟ هل هي الصور المعروفة الآن؟ صور الأجسام، يعني الأجسام، أجسام النساء وأجسام المردان، ما هو الصور فقط صور على الأوراق ولا ما، لا يشمل هذا، لكن الأصل صورة الإنسان في أي صورة ما شاء ركبك، لقد خلقناكم ثم صورناكم. المراد بالصور الأجسام الجميلة. نعم.